जी लंग के बाद वो जी लंग के बाद بعد كده كل واحدة من دولت هتعمل لك المين برونكس وتتقسم لاثنين على الناحية الشمال وثلاثة على الناحية اليمين. اللانج بارت تبقى البرونكس، بعد كده الديفايدنج على الشمال اثنين وعلى اليمين الى ثلاثة، اللي هي تعمل لك حاجة اسمها لوبر برونكس. مش انت عندك اللانج الشمال فيها اثنين واليمين فيها ثلاثة لوب؟ فدي هتبقى عبارة عن حاجة اسمها ايه؟ سيجمنتال لوبر برونكس. كل لوبر من دول بعد كده هتتقسم الى سيجمنتال، والسيجمنتال في الاخر انها تتقسم الى ما تديك الريسبيراتوري برونكيول والبيولار. حاجة كده سهلة جدا، حاجة اسمها دايكوتوموس ديفيجن. يعني ايه دايكوتوموس ديفيجن؟ يعني كل واحدة بتطلع تتقسم اثنين. كل واحدة تطلع تتقسم اثنين. شايفين ده اسمه دايكوتوموس ديفيجن. اسمه دايكوتوموس ايه؟ ديفيجن. كل واحدة تطلع تبقى مقسومة اثنين. تبقى انها تتقسم كده 17 مرة لغاية ما في الآخر تديكي حاجة اسمها تيرمينال برونكيولز. تيرمينال ايه؟ برونكيولز. بعد كده التيرمينال برونكيولز دي تديكي حاجة اسمها البيولار ساك، وافتر بيرث يحصل الديفيجن كمان 7 مرات عشان تديك الالفيولاي في الاخر. لان الماتشور الفيولاي ما تتكونش الا افتر بيرث. انا عايزها في الانترلاترال لايف؟ اعمل بيها ايه؟ في جاز اكستشينج في الانترلاترال لايف؟ اللي فندي عايم جوه وشغال الله ينور وبيشرب وبياكل وبيعمل اكسكريشن من على حساب الحاجه. خلاص؟ يعني على حساب الحاجه بياخد من البلاسينتا بتاعتها الاكسجين وبيديها الوست برودكت، فاللانجز بتاعته مش عايزها في حاجه ولكن بحضرها. خلاص بحضرها، يديني هنا هو بريمتيف الفيولاي وريسبيراتوري برونكيولز، وبعد كده افتر بيرث يحصل فيه ديفيجن تاني 7 مرات لغايه ما تديكي ماتشور الفيولاي. يعني ماتشور الفيولاي فورمت اونلي افتر بيرث، والديفيجن بتاعتها تحدث الى 8 سنوات. خلاص لغايه 8 سنين، سنه 8 سنين بيحصل فيه ديفلوبمنت للالفيولاي، وفي قول اخر في ناس ثانيه مدرسه تقول لك 10 سنين. يعني نفس 8 سنين 10 سنين بيصير ماتيور الفيولار. يعني الفورميشن اوف ذا ماتيور الفيولار اوكير اونلي افتر بيرث. ما يحصلش في الانتر والدراي لاين. هنا بقى اللايننج الريسيليم بتاعتي هتبقى اندوديرم، والكونكتيف تيشو بتاعتي هتبقى عباره عن مين؟ ميزوديرم. ماشي الكلام؟ ادي الاندوديرم بتاعتي والجلال هتبقى عباره عن اللايننج الريسيليم، هتبقى عباره عن اندوديرم، والكونكتيف تيشو بتاعتي والسموث ماسل والكارتش دي كلها هتبقى ايه؟ ميزوديرم. زي ما بقول لحضراتكم هيحصل فيه جروف او هيحصل فيه حاجه اسمها ريسبيراتوري دايفيرتيكولم تطلع من الجيرو بارت او ذا فور جات، سيبتم يطلع من تحت يشوفها الاثنين، الانتيرو بارت لارينجو تراكيال تيوب واللي ورا هتبقى اسوفيجاس، اللور بارت اوف ذا لارينجو تراكيال تيوب هتديك اللنج ايه؟ بات، واللنج بات بعد كده كل واحده منهم هتديك المين برونكس، والمين برونكس هتتقسم الى لوبر، واللوبر هتتقسم الى سيجمنتال برونكس. ادي اللانج بات، بعد كده هتتقسم الى مين برونكاي، لوبر برونكاي، واللوبر بعد كده هتديكي سيجمنتال، وهتتنيها ديفايد لغايه ما في الاخر تديكي الايه؟ الالفيولاي او تيرمينال او ريسبيراتوري برونكيوس. مش كده؟ طب هنا
يا راجل الرايت هيل اتنين والليفت هيل تلاتة؟ لا الرايت هيل اكبر. الرايت هيل تلاتة والليفت هيل اتنين. يعني انا مش هوافقك، يعني مش تعبان قوي يعني، مش عارفه مش هقول لك اه انا نسيت، لا ماشي الكلام؟ طيب بالنسبة لي حاجة اسمها maturation of the lung. maturation of the lung اللانج بتمر بأربع مراحل maturation. مرحلة بنسميها pseudo canalicular stage، اسمها pseudo glandular، خلاص pseudo، عفوا pseudo glandular stage. التانية بنسميها كاناليكولر، التالتة بنسميها تيرمينال ساك، الرابعة بنسميها الالفيولار بيربوت. أول واحدة اللي بنسميها سودو جلاندولار بيربوت، كلمة سودو يعني كاذب، جلاندولار جلاند، خلاص؟ سودو جلاندولار دي اللنج بتاعتي تشبه إلى حد كبير الإكسوكراين جلاند، ودي بتبقى في الفترة من 6 إلى 16 أسبوع، من 6 إلى 16 إيه؟ أسبوع. هنا التيرمينال برونكيولز بتاعتي بيبقى الوول بتاعها فيري ثيك، اللايننج ابيثيليوم بتاعها بيبقى فيري ثيك، الفاسكولاريتي اوف ذا لانج بتبقى قليله، والكابيلاريز بعيده جدا عن التيرمينال برونكيولز، فهنا ما يقدرش يعمل جاز اكسشينج، البلاد كابيلاريز بعيده والليمفاتيك بعيده والوول هنا فيري ثيك. فهنا اي واحد يتولد في الفتره من 6 ل 16 it is impossible to live لان مفيش جاز اكسشينج ممكن يحصل من 6 ل 16 اسبوع، من 6 ل 16 اسبوع اللي هي السودو جلاندولار ستيج. الوول بتاعت البرونكيولز بتاعتك فيري ثيك، مفيش البيلاي، البلاد كابيلرز بتاعتك بعيده، مفيش الجاز اكسشينج اللي يمكن يحصل. فاي حد يتولد في البيريود دي ان ايبل تو سرفايف، خلاص اللي هي من 6 الى 16 او من 5 ل 17، خليها 6 ل 16. الثانيه اللي بتسميها كاناليكولار ستيج. في الكاناليكولار ستيج التيرمينال برونكيولز بتاعتي الكافيتي بتاعها بيكبر شويه. وبعد كده تديك الريسبيراتوري برونكيولز، وكل ريسبيراتوري برونكيول من ده بيديفايدد لحاجه اسمها الفيولار ساك. تاني خدت الهيستولوجي اوف ريسبيراتوري سيستم؟ حاجة اسمها تيرمينال برونكيولز تديكي ريسبيراتوري برونكيولز، والريسبيراتوري برونكيولز تديكي البلار ساك. البلاد كابيلرز هتزيد شوية، خلاص؟ والليمفاتيك هتزيد. ثيوريتيكالي في الفترة بتاعت من 16 ل 26 أسبوع، أو الفترة اللي بتسميها كاناليكولار ستيج، ثيوريتيكالي ممكن يحصل جاز اكسشينج، ولكن هنا اكشوالي لا يمكن. البيبي اللي بيتولد في الفتره دي اوفن دايز، هي مي سرفايف، هي مي سرفايف، ولكن اوفن في دايت. يقولش يا دكتور جمال انت قلت لنا ان هو مي سرفايف، ولكن بكمل تاني فاقول ايه؟ اوفنلي دايت. ليه يا دكتور؟ لان هنا الريسبيراتوري سيستم زائد الاذر سيستم بتبقى نوت يت ديفلوبت، مش ريسبيراتوري بس، ده انا عايز سي ان اس كمان، وعايز نيرفس سيستم، وعايز بقيه السيستم تبقى ديفلوبت. لو انت قلت لي ثيوريتيكال يا دكتور هنا يحصل فيه جاز اكسشينج، ولكن الريسبيراتوري سيستم محتاج نيرفس سيستم ومحتاج كارديو فاسكولار سيستم علشان يبقى فيه فانكشن، فهنا ثيوريتيكالي ممكن ليف، ولكن اوفنلي دايت من 16 ل 26 ايه اسبوع. بعد كده الفتره الثالثه اللي هي بتسميها التيرمينال ساك بير. التيرمينال ساك بير بقى دي من 26 تيل بير، من 26 اسبوع تيل ايه بير. في التيرمينال ساك الوول بتاعت الالفيولاي بتاعتي او التيرمينال ساك هنا بتبقى ثين، وبتبقى لايند باي تو تايبس اوف سيلز، حاجة اسمها نيوموتايب، نيوموسايت 1 ونيوموسايت 2، أو الفيولار سيلز 1 والالفيولار ايه؟ سيلز 2، ماشي؟ نيوموسايت تايب 1 ونيوموسايت تايب ايه؟ 2.
هنا الوول بتاعها بيبقى ثين شويه، البلاد كابيلاريز بتاعتي بتبقى اكتر وبيحصل فيه فاسكوليتشر للالفيولاي، وهنا ممكن يحصل الجاز اكستشينج من 26 الى بيرس. فهنا البيبي بتاعي لو اتولد واتحط في الانتنسيف كير ويل سرفايف بدايه من 26 اسبوع في التيرمينال ساك بيريود. الطريق 2 نيوموسايت بتسكريت حاجه اسمها سيرفكتنت. سيرفكتنت بتاعتك دي حاجه اسمها دي فوسفوليبيد. فوسفوليبيد بتاعي او السيرفكتنت ده هيلاين الانر سيرفيس بتاعي التيرمينال ساك علشان تخليها مفتوحه على طول ما يحصلش فيه كولابس. خلاص؟ يعني بتعمل لها لايننج من جوه بتخليها مفتوحه على طول، لو في بريشر عليها من بره ما تخليهاش ايه؟ كولابس. فلو حصل ان كميه السيرفكتنت بتاعتي دي بتبدا السكريشن بتاعها في الاسبوع ال 20 ولكن ما بتبقاش بالكميه الكافيه. بتحصل السكريشن في الاسبوع ال 20 ولكن الكميه بتاعتها ما بتبقاش كافيه، بتزيد قوي في الاسبوع ال 28 وتزيد جدا في اخر شهرين. خلاص؟ بتبقى فيري اكسسيف اماونت في اللاست تو مانثس اوف انتريوتراين ايه؟ بيبي. بيحصل السكريشن بتاعت السيرفكتنت عشان البيبي بتاعنا لما يتولد الالفيولاي بتاعته بتنها مفتوحه ما يحصلهاش ايه؟ كولابس. لو كميه السيرفكتنت قليله الالفيولاي بتاعتي هتبقى كولابس وهيحصل في سكريشن للالفيولاي، في سكريشن من الالفيولاي من جوه وهيحصل في فلويد ابزوربشن اوف فلويد فروم ذا سراوندينج ستراكشر ويحصل تكوين ماده كده تبقى عامله زي الايه؟ الممبرين. خلاص؟ حاجه زي الممبرين لزجه كده فلويد او سكريشن فيسكس يشبه الممبرين ويعمل لي حاجه اسمها هايلاين ممبرين ديزيز او ريسبيراتوري ديستريس سندروم. هايلاين ممبرين ديزيز او ريسبيراتوري ديستريس سندروم. سببه الديفيشنت اوف ذا سيرفكتنت اللي بتفرز بنيوموسايت تايب 2 بدايه من الاسبوع الكام؟ ال 20 وتبقى فيري اكسسيف اماونت في اللاست 2 مانثس اوف انتراوترين لايف. علشان كده لما تشتغلوا دكاتره الاطفال ان شاء الله معظم دكاتره الاطفال الشغل بتاعها في بدايه الولاد الصغيرين النيونيتال ولغايه 3 سنين و5 سنين معظم المشاكل بتاعه الولاد في الستاندر العادي الليفنج يعني مش الهاي قوي ولا اللو قوي بيبقى ريسبيراتوري كومبليكيشنز. خلاص؟ اللو قوي كلهم بيبقوا جي اي تي كلهم بيبقوا جي اي تي بياكلوا من الارض بقى والنظافه مش كويسه بتاع كلهم جي اي تي. في النص وفوق بيبقوا كلهم ايه؟ ريسبيراتوري سيستم عشان الماتيوريشن اوف ذا الكولاي اوكير اونلي افتر بيرث. اوكير اونلي افتر ايه؟ مفيش ماتيور اوف الفيولاي بيفور بيرث عشان مش عايزها. فبتحصل ماتيوريشن افتر بيرث تيل 8 years. لو حصل في كميه السيرفكتنت قليله زي ما بقول لحضراتكم هيحصل في عندي ايه؟ ريسبيراتوري ستريس سندروم. دي المرحله الرابعه اللي هي التيرمينال سايكل. المرحله الثالثه عفوا المرحله الرابعه والاخيره اللي هي الالفيولار بيريود، وهذه الالفيولار بيريود بتحصل من عند البيرس فروم بيرس تيل 8 years بوست نيتال لايف وهيحصل في ديفلوبمنت اوف اباوت 95% of the alveoli developed only postnatally. كل واحدة immature alveolus تتقسم وتديك alveoli. إنما الماتيور alveolus ما تتقسمش. فاهمين؟ لو هي immature تتقسم وتديكي alveoli. إنما لو هي mature خلاص ما تتقسمش تاني. بيحصل في increase in number and not in size of the alveoli after birth. الفيولاي عددها بيزيد جدا افتر بيرث مش في السايز بتاعتها تبقى صغيره وتكبر، لا ده احنا عايزين عدد زياده، احنا مش داخلين حرب عايزين عضلات وعايزين ناس كبار، لا ده احنا عايزين عدد كبير عشان الجاز اكستشينج يبقى ايه؟ خلاص؟ فدي بتبقى اللاست بيريود اللي بنسميها الالفيولار بيريود اللي هي بتحصل من ال 32 اسبوع لغايه الايه؟ البيرث. طبعا كل دول بيبقوا خلاص؟ دي فكره سريعه معلش سرقونا في السرعه ولكن الظروف الصعبه
المحليه والقاريه والعالميه. والمره الجايه ان شاء الله هنتكلم بقى عن كونجنتا، لان هم لسه حاجه مهمه جدا جدا. هنتكلم عن حاجتين بالتفصيل، تراكيوس وفيها الفيستولا والسكوارات اللي في السيروس والكرون. هنقول على نص الكونجنتا.